موعد إخباري من الجزائر الدولية، أهلا بكم. بداية، أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاثنين على افتتاح الطبعة 55 لمعرض الجزائر الدولي، وجرت مراسم الافتتاح بحضور الوزير الأول الجزائري نادير العرباوي ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة وعدد من أعضاء الحكومة الجزائرية. كما حضر مراسم الافتتاح جودة يلماز نائب الرئيس التركي الذي تعد بلاده ضيف شرف الطبعة الجديدة. وتشهد الدورة التي تتواصل فعاليتها إلى غاية 29 جوان الجاري مشاركة نحو 700 عارض وطني وأجنبي، والمنظمة تحت شعار جسر للتبادل وفرص الشراكة والاستثمار. فيما يخص المعرض الوطني سيد رئيس الجمهورية يعني في طبعته 55 اللي يحمل شعار جسر للتبادل وفرص للشراكة والاستثمار، مربع ب 51 شركة من الشركات الفاعلة والقوية في الاقتصاد التركي. الرئيس الجزائري استهل جولته عبر أروقة المعرض بزيارة الجناح التركي، واستمع إلى عروض حول مختلف الشركات التركية المشاركة في التظاهرة. بعدها وقف الرئيس تبون عند الجناح الإيطالي، أين ثمن مستوى الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا. L'année passée, l'Italie était l'invité d'honneur, donc je souhaite aux collègues turcs le meilleur succès cette année pour cette importante foire internationale à laquelle tout le monde, j'espère, aura un succès qu'il mérite. Merci encore pour votre visite. C'est moi qui vous remercie pour tout ce que l'Italie est en train de faire avec nous. Avec le dernier né, les 36 000 hectares à Tibimoun. C'est une bonne chose. J'espère que votre visite en Italie s'est bien passée. Ah, très bien, comme toujours. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. كما توقف الرئيس الجزائري عند أجنحة دولتي الصحراء الغربية وفلسطين، وعند توقفه في جناح فلسطين تلقى الرئيس تبون شروحات حول الصناعة الفلسطينية. وقبل أن يتابع الرئيس الجزائري زيارته في أجنحة المعرض، تلقى شروحات حول المستشفى العسكري الميداني التابع لوزارة الدفاع الجزائرية. كما اطلع الرئيس تبون على مستجدات مؤسسة تطوير صناعة السيارات التابعة لمديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الجزائرية. وفي ذات الجناح توقف الرئيس الجزائري عند مؤسسة البنايات الميكانيكية في خنشلة. قسنطينة هذاك أول عربات أنا مثلاً مدير في 100% تاعنا. تعرف 12 فرد. والعربات عندنا تاع الباراشوت هذاك باراكوموندوس هم العسكري. Pour réduire le transport, c'est-à-dire au moins un semi-remorque qui peut transporter trois éléments à l'aise, jusqu'à 20 tonnes. Donc ça, si vous pouvez... Et économie d'énergie aussi. Économie d'énergie. Au fur et à mesure qu'on voit, parce que là, pour Tindouf, pour Garage Bilat, on a besoin d'un village minier, c'est-à-dire d'urgence, dès le début de l'exploitation. Où je dois voir comme... On accueille un sas qui est salle de stérilisation. On peut fabriquer combien comme ça? On peut fabriquer en temps... Là, Inch'Allah, on a un temps record, je veux dire. Je sais que quand on a le temps, je pense à Inch'Allah Gaza. On sera obligé de battre au moins deux ou trois hôpitaux de maintenant. Personne n'a pas.
ان شاء الله نديروه 10-15 جور ماكسيموم. تري بيان تري بيان. تصدر انيماسيون هذه ولا تصدر بري اوبيراتوار؟ بري اوبيراتوار بري اوبيراتوار. دونك نو سوم دون لا زون نون ستيريل. من بعد ننتقلوا سيتا الجمهورية إلى المنطقة وين معقمة أو سيتا. غير تابلو بيطار. غير فاسي على روجيتمون أنتي باكتيريا كونديكتور إي أنتي ستاتيك. Deux équipes chirurgicales peuvent opérer en même temps dans cette salle, M. le Président. C'est un petit hôpital. Donc on met 10 jours pour l'assemblage, y compris les branchements. Formidable. ولدى زيارته لجناح الخاص بمجموعة سيفيتال الجزائرية أشاد الرئيس الجزائري بتجربة الشركات المحلية في إنتاج مواد محلية بنسبة اندماج وطني. Donc il faut arriver à une production nationale au moins de 2,5 millions, 3 millions de tonnes de graines qu'il faut triturer à côté main. Et à ce moment-là, on n'a plus de restrictions pour l'exportation de l'huile. Exactement. Et on libère totalement pour l'exportation vers les pays voisins, vers d'autres pays, et on n'importera plus rien. Mieux encore, la production d'huile TACOM va nous permettre de faire un boom en matière d'aliments de bétail. وعند تفقده جناح مجمع كوندور الجزائري أكد الرئيس تبون أن المجمع حقق ثورة في صناعة الإلكترونيات في ظرف 10 سنوات، داعيا فريق كوندور لمواصلة التطوير لكسب رهان الجودة وتسويق إنتاجهم عالميا. Et c'est pour ça que le produit TACOM, les Algériens vont l'acheter parce qu'ils ne tombent pas en obsolescence. Hatta 56 ans, ils commencent à vieillir, à avoir quelques défaillances. Mais à 10 ans, le compresseur TACOM a 10 ans. C'est une première mondiale. Bien sûr. Ils vont le critiquer parce que vous leur tuez des chaînes de production. Au moment d'abîme, le compresseur était en panne le plus tôt possible pour pouvoir fabriquer, etc. Justement, les 4,5 millions de production, qu'il y en a 3 millions pour l'export. C'est-à-dire plus de presque 70% destinés à l'export. وقبيل زيارته لأجنحة المعرض استمع الرئيس الجزائري إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني حول النتائج الأولية للسياسة الوطنية لترقية الصادرات ضمن رؤية في آفاق 2030. ولفت زيتوني في هذا الإطار إلى التطور الكبير الذي حققته الصادرات الجزائرية خارج المحروقات بانتقالها من 3,8 مليار دولار قبل 2020 إلى 7 مليارات دولار السنة الجارية، متوقعا أن تقفز إلى 29 مليار دولار بحلول سنة 2030. استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاثنين جودة يلماز نائب الرئيس التركي في مقر الرئاسة الجزائرية. بيان عن الرئاسة الجزائرية أوضح بأن الرئيس تبون أشرف بمعية يلماز على لقاء موسع بين وفدي البلدين في مقر الرئاسة الجزائرية. وفي تصريح أدلى به عقب استقباله من طرف الرئيس الجزائري، أكد جودة يلماز نائب الرئيس التركي مواصلة تطوير الجزائر وتركيا لعلاقتهما الثنائية على جميع الأصعدة، مع تجاوز حجم الاستثمارات التركية في الجزائر 6 مليارات دولار وتنفيذ الشركات التركية مشاريع بقيمة 21 مليار دولار. ستواصل تركيا والجزائر الدولتين الشقيقتين بتطوير علاقاتهما على كافة المجالات. وصل حجم التبادل التجاري إلى 6.3 مليار دولار حاليا، ونقترب من الهدف الذي حدده الرئيسان والذي يصل إلى 10 مليار دولار يوما بعد يوم.
لقد وصلت الاستثمارات التركية في الجزائر إلى حجم 6 مليارات دولار، ونقدم العمالة ل 30 ألف أخ جزائري من قبل شركاتنا. نؤمن بأن تزيد هذه الاستثمارات في الأيام القادمة. الشركات التركية قامت بتحقيق العديد من المشاريع في مجال المقاولات تصل إلى 21 مليار دولار، ونؤمن بأنهم سيواصلون العمل وتقديم الدعم في مشاريع مستقبلية. الآن إلى آخر تطورات الإبادة في قطاع غزة، لكن بعد هذا الفاصل. استشهد عدد من الفلسطينيين جلهم أطفال ونساء، وأصيب عشرات آخرون فجر الثلاثاء في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمدرستي إيواء تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في مخيم الشاطئ وحي الدرج بمدينة غزة. وأفاد الدفاع المدني في غزة بانتشال طواقمه جثامين 5 شهداء بينهم أطفال من مدرسة أسماء بالمخيم، بينما نقل عدد آخر من الشهداء والمصابين بعد القصف. كما أعلن الدفاع المدني انتشال جثامين 6 شهداء جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة عبد الفتاح حمود بمنطقة يافا وسط مدينة غزة. كما استشهد صباح الثلاثاء 5 فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع الوحدة بالقرب من مستشفى الشفاء غرب المدينة، ما أدى إلى استشهاد المواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، جرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني في المدينة. قالت وزارة الصحة في غزة إن المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع تعاني من نقص حاد في الأدوية والمهمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، والتي نفذت أو أوشكت على النفاذ. وزارة الصحة في غزة وفي بيان لها الثلاثاء أشارت إلى أن ذلك يشمل أدوية الاستقبال والطوارئ والتخدير والعنايات المركزة والعمليات، وكذا مرضى الأورام الذين لم يتمكنوا من السفر، مؤكدة أن حياة نحو 1000 مريض بالكلى في خطر، خاصة الأطفال. وناشدت وزارة الصحة في القطاع المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية أن تتدخل بسرعة. أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا الاثنين بلوغ المجاعة في قطاع غزة مستويات كارثية. ودعا المفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني أثناء اجتماع للجنة الاستشارية للهيئة إلى التصدي لمحاولة الاحتلال الصهيوني إنهاء عمليات الوكالة التابعة للأمم المتحدة. Immensely. Israel has long been critical of the agency's mandate. إسرائيل تنتقد منذ فترة طويلة تفويض الوكالة، لكنها تسعى الآن إلى إنهاء عملية الأونروا برفضها وضع الوكالة ككيان تابع للأمم المتحدة تدعمه أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء. إذ لم نقاوم فإن كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ستكون الأهداف التالية، مما يزيد من تقويض نظامنا متعدد الأطراف. انهيار النظام العام يؤدي إلى تفاقم المجاعة التي بلغت مستويات كارثية في قطاع غزة. المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني أشار إلى أن الفلسطينيين يشهدون المأساة الإنسانية الأكبر منذ النكبة،
المسؤول الأممي أكد أن أكثر من 600,000 طفل يعانون من الصدمة ومحرومون من الدراسة، مضيفا أنه في حال عدم التدخل لإنهاء الوضع القائم في غزة فإنه سيحكم على جيل كامل بالفقر. إن ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن يشعرون بالقلق والخوف، ويعيش معظمهم في مخيمات منذ أجيال، وغالبا ما تكون حقوقهم محدودة وفي فقر مدقع، منتظرين حلا سياسيا يضع حدا لمحنتهم، وهم يشهدون اليوم أكبر مأساة فلسطينية منذ النكبة. إن الأونروا اليوم تترنح من حدة الهجمات المتكررة، ففي غزة دفعت الوكالة ثمنا باهظا حيث قتل 193 من موظفيها، وتضررت ودمرت أكثر من 180 منشأة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 500 مدني كانوا يبحثون عن الحماية. نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد لاستهداف آلية هندسية من نوع أوفاك بالصاروخ الموجه السهم الأحمر، واستهداف قوات النجدة بمنظومة الصواريخ رجوم، وذلك غرب منطقة تل زعرب بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحساب وانصرنا عليهم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وعزنا بكتاب القسام، سنقوم بضرب آليات العدو الآن. اللهم سدد الرمي وثبت أقدامنا، وهذا العمل خالص لوجه الله وإهداء لروح شهدائنا وأهالينا الصامدين في مخيمات النزوح. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بسم الله. كما نشرت كتائب القسام مشاهد فيديو لاستيلاء هقول على طائرة مسيرة من نوع إيفو ماكس، قالت إنها كانت تقوم بإلقاء القنابل اتجاه منازل المدنيين وسط قطاع غزة. بدورها نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد فيديو لقصف مشترك مع كتائب شهداء الأقصى وألوية الناصر صلاح الدين على موقع كيزوفيم العسكري بقذائف الهاون.
الله أكبر الله أكبر. في الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الثلاثاء مخيم بلاطة شرقي نابلس وحصرت عددا من الفلسطينيين، بينما اندلعت مواجهات واشتباكات مع مجموعات من الشبان بحسب ما أفادت به مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية. وقالت مصادر في الهلال الأحمر أنه أصيب طفلين بشظايا رصاص الاحتلال، وصفت إصابتهما بالطفيفة لافتة إلى عرقلة قوات الاحتلال عمل طواقمها هذا. واعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا عقب اقتحامها المخيم. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسته الشهرية حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك الأوضاع في فلسطين، ويستمع أعضاء المجلس إلى أحاطة من المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور ويسلاند، والتي تشمل التقرير ربع السنوي الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2334 المؤرخ في 23 ديسمبر 2016 الذي طالب بإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية الصهيونية. وتشمل إحاطة المنسق الأممي الخاص لعملية السلام آخر التطورات في غزة، ولا سيما عدم تنفيذ القرار 2735 الصادر في 10 جوان، والذي رحب باقتراح وقف إطلاق النار على 3 مراحل. أكدت الجزائر وتركيا الاثنين دعمهما وتضامنهما مع الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من جرائم الإبادة جراء العدوان الصهيوني المتواصل. وأكد جودة يلماز نائب الرئيس التركي في تصريح ندلى به عقب استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقوف الجزائر وتركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني عبر كافة المنابر للتنديد بالمجازر المرتكبة في حقه. أكدنا أيضا على التعاون والتضامن ما بين تركيا والجزائر في دعم الحركة ضد ما يجري في غزة ضد الشعب الفلسطيني هناك. سنقف إلى جانب الإخوة الفلسطينيين على كافة المنابر مشاركة مع الجزائر. حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من امتداد ما سماها الحرب في الشرق الأوسط إلى لبنان. بوريل وفي تصريحات أدلى بها قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أكد أن المنطقة على أعتاب امتداد رقعة الصراع، معربا عن قلقه البالغ من خطر تأثير العدوان الصهيوني على جنوب لبنان وعلى المنطقة برمتها. يزداد خطر تأثير هذه الحرب على جنوب لبنان وامتدادها يوما بعد يوم. نحن على أعتاب حرب يتسع نطاقها. نحن نشعر بقلق شديد ونأمل أن يدعم الوزراء مبادرتنا ويساندوا التواصل مع شركائنا من أجل البحث عن دعم دولي قوي للبنان لوقف إطلاق النار. استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الاثنين المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية جيرد مولير في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر. بيان للخارجية الجزائرية أوضح أن اللقاء يعد سانحة لاستعراض سبل وأفاق تعزيز التعاون بين الجزائر والمنظمة في مجال التنمية الصناعية وتبادل الآراء حول الدور المتجدد للمنظمة في ترقية التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا على المستوى الدولي. ختم هذا الموعد الإخباري، تبقى الروابط في الخدمة. السلام عليكم.